لسنوات طويلة والمياه متوفرة بين يدينا، بس ما فكرنا هل طريقتنا لتوفيرها صحيحة؟ التقنيات المستخدمة أثرت بشكل ملحوظ على التوازن البيئي، وهذا انعكس على الكوكب وعلينا. اقتصادياً، العالم يدفع مبالغ طائلة لتوفير المياه. بيئياً، الاعتماد على المياه الجوفية سبب لها نقص حاد أثر على الطبيعة. إنسانياً، ما زال الملايين يعانون من شح المياه أو تلوثها. طيب، في نيوم، مع الاستفادة من تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والأمطار واستخدامها بنسبة 100%، نقدر نستغني عن المياه العذبة الجوفية، ومنها نحافظ على المحميات الطبيعية اللي هي جزء من أرض نيوم. طيب، هل توفير المياه هو التحدي الوحيد اللي نواجهه؟ التحديات كثيرة، وأشهرها تسريب المياه في إمدادات البنية التحتية. عالمياً، 30% من المياه تهدر بسبب التأخير في استكشافها وإصلاحها، بس نيوم قلصت النسبة 3% فقط، لأنها استخدمت أول نظام ذكي 100% يعتمد على أجهزة الاستشعار التي تحدد بدقة وبوقت قياسي أماكن الخلل والتسريب، وهذا يساعد في تأمين جودة المياه على مدار الساعة، دعم الاستراتيجية الوطنية للمياه في رؤية 2030، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. نيوم تسعى لتحقيق الاكتفاء لسكانها وحصولهم على مياه عذبة بأقل تكلفة ممكنة، لأنها منتجة من البحر وموصولة بشبكات المنازل ومعتمدة على الطاقة المتجددة. أيضاً بتساهم في إنتاج المياه لدول الاقتصادات النامية بتطوير تقنيات قابلة للنقل والتطبيق في أي مكان. متى بنحقق كل هذا؟ خلال 18 شهر القادمة بنبدأ في إنشاء مركز ابتكار لاختبار التقنيات الجديدة، بناء محطة تجريبية بمعالجة الأملاح، بناء أول محطة هجينة في العالم لتحلية مياه البحر، وبناء خزانات ضخمة للمياه تكفي لتغطية احتياجات نيوم، وتطول القائمة بمشاريع تفيد المجتمع والبيئة والعالم كله. نيوم بخبراتها الابتكارية تصنع كيان عالمي لمستقبل المياه يقع مقره الرئيسي فيها، وهدفه تحسين جودة الحياة اقتصادياً، بيئياً وإنسانياً. المستقبل المستدام للماء يبدأ هنا.